نادي. طيب.
الحفلة دي مسجلة على فيديو كاسيت وتطلب من شركة أبو العباس الحاج محمد سعيد أيوب. هذه الذكرى الجميلة لشريط الكاسيت الفيديو من الحاج محمد سعيد أيوب بجوار سيدي أبو العباس. والحاج محمد سعيد أيوب هو اللي نشر شرايط الكاسيت زمان في اسكندرية، ومن يوم هو مبطل طبع الشرايط دي. الشركات اللي بتطبع الشرايط دلوقتي بتطبعهاش كويسة، حتى وأن الناس لما بيسمعوا شطول الشيخ بقى يعني طبعا هي الشريط أصله القصة زي ما شفتم بدأناها من 9 مثلا 12 3 ساعات، هما بيختصروها في الشركة لساعة إلا 10 من 3 ساعات، فبياخدوا الحلويات بتاعة القصة. سيب لك القصة زي الحدوتة، تسمع انت الشريط ما تنبسطش، تقول الشيخ ده لا ده خلاص يا عم، ده خلاص الحكاية زي ما بقوله على محمد العزبي. فصراحة الشركات بالنسبة للون بتاعنا ده بتهدمه، لأني بيستكسل يجيب شريط حلو عشان يسجل عليه حفلة أو قصة حلوة تعجب الناس، فبيستسهل شريط وحش. لكن إن شاء الله الكاسيت هيبقى من عند الأستاذ محمد أيوب اللي هو الكاسيت الفيديو، أما الكاسيت إن شاء الله قريبا في شركة اسمها طيبة 2000 في القاهرة. سجلت لها 3 نمر ابتغالات، وهسجل كل قصصي من أول وجديد في الشركات دي عشان جمهورنا يسمع ويعرف احنا لسه ما زلنا بنقول ونقدر نقول، واحنا اصلا عشان بنقول بفن الفن ما يموتش الا البكش، بيموت البكش لانه ايه زي الرغوه بتاعت الصابون ما يتحملش. ودي احنا شايفين ان احنا ما زلنا بنعيش شيخ النقشبندي مثلك بنسمعه، شيخ طبار نسمعه، جماعة المطربين الكبار اللي هم أرسوا دعائم الفن، وخلونا نقول ماتوا لكن أحياء بينا، الناس أصبحت تقبل عليهم. لأني بشوف الولد بيتميز، حتى القناجل 5 كانت طالعة الأول جديدة وكانت بتلقي على المواهب، دلوقتي كأن الإسكندرية اللي بتسمع بس، مع إن القناة 5 دي مجعولة للبحيرة واسكندرية ومرسى مطروح. تبص تلاقي افتح الاقي شوية عيال بيغنوا، ما بعرفش هما بيقولوا ايه، كل عيل جايب لك بنت كده نكشة شعورها، ايه ده يا عم؟ يقول لك ده الفيديو كليب. احنا مالنا مال كليب والزير سالم والكلام الفارغ ده؟ ما عايزين فن، عايزين نسمع ونترطب. احنا شعب مصر، شعب ما يحبش مايكل جاكسون. مايكل جاكسون هناك في بلده، بدل ما نقلد مايكل جاكسون في الغنى والرقاعة نقلد اليابانيين في الاختراع والابتكار، ده مش صحيح. لكن نقلد ولد كده قاعد يقول ليه يا عيني يا ليه يا ابو الغلابة يا ليه، هو ده غنى؟ استغفر الله العظيم، ده مش غنى، ده اسمه تسكع ورقاعة. لكن هو الحق مش عليه، حق على اللي بيقدموه، هم وراء اللي بيقدموه بقى. انتوا عارفين انا عارف كل حاجة. الليلة هترك لكم الاختيار في الوسطة دي ان شاء الله. في عندي طلبين يا حاج محمد، عايزين مولد الهادي، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه رأيكم؟ حسن اليهودي طيب ما يكون لها في النبي.
طب ماشي ماشي، ما في النبي برضه. ماشي ماشي، حاضر. هنعمل معادلة صعبة، مش المعادلة الصعبة بتاعت راغب علام، المعادلة الصعبة الدينية. هنقول مقدمة مولد النور ونقول حسان واليهود. خليت عالدنيا بشايب والكون أصبح فرحان، ونجوم السما بتغني من يوم البدر ما بان، وملايكة من السما نازلة بتغني بني الإنسان، بتقول بميلاد الغادي عالدنيا سلام وأمان. قلبي يا بدري اصلي واصلي في كل اوان عليك يا نبينا، وامدح وافرح ويا الاخوان بصلاتك تشرح صدري وتزيد القلب ايمان، من بعد ما قلت كلامي ومدحت رسول الله هنعيش يا سادة الليلة في حب رسول الله. هل علينا ضياء الغادي زاد الليل أنوار، علينا الضي وبانت من مكة الأنوار، سعدت كل الوادي وغبت على رنا الأزغار. اسمع نظمي يا عاشق صلي على طاغى العدنان، كان في الزمن الماضي يهودي حاكم على رعيان، كان في الزمن الماضي يهودي حاكم على رعيان، عنده خيول وغنم ومزارع وجناين ألوان، وفي ليلة كان نايم شاف رؤيا خلت قلبه حزين، خلت قلبه تملي فكر وعيونه سغرانين، ايه يا ترى شاف ايه في منامه، اسمعوا يا حاضرين، ايه يا ترى شاف ايه في منامه، اسمعوا يا حاضرين، بعد سنين حتجيله بنيا حسنى جايبة سعيد، تملى حياته فرح ومحبة يصبح بيجا سعيد، لكن بعد ما تكبر تؤمن برسول الإسلام ويعذبك كتير وحد ونزيد شهور ويام، لكن بعد ما تكبر تؤمن بنبي الإسلام محمد وعذبك كتير ولا ترجع وتزيد شهور ويام، وتزيد شو غيام، وتزيد شو غيام. واحد احنا الله يكرمك الله يكرمك يهودي وهم ولاد كلب ما فيهمش فايدة ابدا، يعني هم كده خلقوا في هذه الحياة اعداء لكل الشعوب، ورئيسنا صح او مرضاش يطبع معاهم العلاقات لان عارفهم خاينين، خانوا النبي، عشان كده هم الناس دول بالذات ربنا قال في حقهم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى.
صدق الله العظيم. لان النصارى اغلى كتاب، واما التانيين بيقول لك ما فيش، احنا شعب الله غير مختار، وما صح الشعوب في الدنيا غيرنا، وعاوزين يستعبدوا الناس، وعشان كده قال لك نستولي على المعبود. والمعبود في نظرهم ما شاء الله، معبود في نظرهم هو المال، فاستحوذوا على المال واندسوا في كل البلاد علشان الفتن اللي موجودة في العالم كل منهم. كفانا الله شرهم وثبت أقدامنا ووحد صفوفنا. هذا اليهودي سارح الملعون ابن الملعون بينه وبين نفسه بيقول ايه؟ لو كان يا سمعان، لو كنت يا سمعان كده تجيلك بنت ولا ولد، عشان ما حدش من احباب محمد ياخد تفاحة من التفاح بتاعك. ونام في الليلة دي فسمع اللي بينادي عليه. يا سمعان. مين؟ تمنيت الخلفة؟ ايوه نفسي اخلف. ليه؟ عشان ما حدش يورث حاجة من ارض يكون مسلم. قال له هتجيلك بنتي بس هتكون سبب في دخولك الاسلام. قال لا مش عايزها. وجمع رجاله واخبرهم على رؤياه، وقال لهم اني عقله من المنام ده تاه. قالوا له ما تخافش، اصل الحلم ده او غاملك تشغل البال بشيء في الغيب ما شفناه. ضيع عمرنا غدر وذنوب. ليه نضيع عمرنا غدر وذنوب واحنا نقدر ناخد الجنة الجميلة. طب اعمل ايه؟ قالوا نجيب لها شالوم، الكاهن الاول في المدينة. شالوم هيتولاها، يعمل لها مسح مخ، بس بشرط انك تعمل لها جناح خاص بعيد عن القصر، ويبقى عليها عساكر مدججة بالسلاح علشان ما حدش لا غريب ولا قريب يدخل لها ويقول لها حاجة عن محمد. وقعدت البنت الكاهن شالوم كل يوم يقول لها محمد لا، لو جبت سيرة محمد هيجيلك كأنه وحش يخوفك. قرآن محمد لا، انجيل عيسى لا، تعدي عنهم. بعد سنين وليالي ما مرت، اخي كبرت اصغار، جاب لك كاهن بيعلمك عنده في قلب الدار. بعد سنين وليالي ما مرت، اخي كبرت اصغار، جاب لك كاهن بيعلمك عنده في قلب الدار. وفي ليلة غفلت ابوك وغربت على وادي الرعيان، لاجل ما تمرح حبة وتفرح وتشوف الغزلان. بعد ما قضى
رحت يوم ورجعت لمح الطفل بعيد كان متجن ساعت جابي غني بكلام حلو جديد بعد ما قضت يوم ورجعت لمح الطفل بعيد كان متجن ساعت جابي غني بكلام حلو جديد سمع الصوت وعجبك كلامه راحت عنده عوام كان الطفل ساعة غبي راح في شوية أغنام كان الطفل ساعة غبي راح في شوية أغنام وبيمدح في جمال الجادي على أحلى الأنغام عجبك الكلام وراحت عنده اوام كان الطفل ساعتك بيدعى في شوية اغنام وبيمدح في طاغ الجادي على احلى الانغام صدق صاحبتنا ماشيه في الطريق وهي ماشيه في الطريق لقت ولد هي طبعا ايه من كتر ما هي قاعده في القصر وبيقول لها اليهودي ملت الكلام اللي بتسمعه النهارده بتسمعه بكره بتسمعه بعد بكره ما لقتش فيه فايده فزي ما تقول ان هي بتقول الخدام بتاعتها انا عايزه اطلع قالت لها ازاي هتطلعي ما تعرفيش تطلعي الا اذا العساكر ناموا قالت لها كويس نشوف لهم حاجه تنيمهم بعتت لهم بعض المشروبات فناموا العساكر وهي خدت الخدامه وطلعوا مشيوا بصت لقت نفسها ماشيه في جناين وزهور وكل انواع الفاكهه اتغى الارض دي كلها بتاعت ابوكي وهي ماشية معاها سمعت نغم نغم جميل صار يعني
لمحت غلام من بعيد وجهه سعيد بسام. بيمدح المصطفى على أجمل الأنغام. لمحت غلام من بعيد وجهه سعيد بسام. بيمدح المصطفى على أجمل الأنغام بيقول يا بدر السما لك مني ألف سلام. بيقول يا بدر السما لك مني ألف سلام يا خاتم الأنبياء يا كوكب إسلام يا نور الجداية يا أبو القدر يا علي يا خير البرايا. دي زيارتك أمالي دي زيارتك أمالي. يا أبو القدر يا علي يا خير البرايا. دي زيارتك أمالي دي زيارتك أمالي. يا نور يا أبو القدر يا علي يا خير البرايا. واتملى بنورك يا خير الانام واشوف المدينه يا دنيا نبينا واشوف الحمام بيرفرف علينا وحم حوالينا ويقول تعالوا حدل مختار تتغنوا بجماله المولى عطال تتغنوا بجماله المولى عطال وزادوا بالنور والأسرار في الدنيا أبدا ما فيش مثاله ولا حد ابدا يشبه خصاله. طب في الدنيا ابدا ابدا ما فيش مثاله ولا حد ابدا يشبه خصاله. ده نور المدينه. الله وده بيقول كلام غريب. هو بيقول ايه؟ الخدامة اللي اتلغى بيمدح في رسول الله. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ نمدح في النبي. انت بتمدح في النبي؟ النبي مين؟ محمد. يا نهار ابوك، انت ما انتش خايف؟ ده لو محمد مدحته هيجيلك في الليل بهيئة وحش. قال لي قال لك كده كذاب. ده اسمه أحمد محمد حمد ربه بنصر الدين أسعد سعيد سعد بقى سيد الصالحين أنور منير نور الدنيا وزادك يقين. وإزاي ما يبقاش كده؟ ده سيد الكونين رب السماء أرسله رحمة إلى العالمين. من أجله رب السماء شق القمر نصفين. ايه الحلاوة دي؟
وش عرفك بالطر ان هو كده؟ معجزات. معجزات. ولو معجزات؟ نعم. هو اسمه ايه؟ احمد. محمد. احمد. محمد. اهلا اهلا. الفل. الله يسلمك. تعال. معكم الخير. الله. أحمد محمد حمد ربه بنصر الدين أسعد سعيد سعد بقى سيد الصالحين أنور منير نور الدنيا وزاد يقين صافي اصطفك ربنا جعلوا علينا أمينين وازاي ما يبقاش كده ده سيد الكونين رب السماء أرسله رحمة إلى العالمين من أجل رب السماء شاه الأمر نصيني رب السماء شاه القمر نصين مش عرفك معجزات لو معجزات طبعا طب اول معجزة اللغى النبي جاله الجمل وشكاله حاله وقال له يا نبي صاحبي ظلمني ويا ما ذلني ولا كان في باله بأن اللي نشك برضو نشاني وانا جايلك عشان تنصفني منه يا رحمة ربنا في كل وقت نبي اخضر له الجزع ومشاله وقدم له سمر صابح وحالي نبي جاله الجمل نبي اخضر له الجزع ومشاله وقدم له سمر صابح وحالي وراح الجزع يمدح في جمال وقال له اشفع لي يا ابو القدر عالي انا يا مصطفى طالب الشفاعة في يوم الحشد لو نادى المنادي نبينا بعزة لل من كف ايده مثيل الشخد روى كل غادي نبي رب السماء بالحكمة زاد وغنى بمعجزاته كل الشادي نبينا بعز الزلال من كف ايده مثيل الشك روى كل غادي نبي رب السماء بالحكمة زاد وغنى بمعجزاته كل شادي نبي نبع الزلال من كف ايده مثيل الشخدي روى كل غاد نبي رب السماء بالحكمة زاده وغنى بمعجزاته كل شادي هل انت عاوز اشوف النبي عارفين قال لك ايه اغسلي قلبك الاول اغسل قلبي اغسل قلبي بايه بالصلاه على النبي يعني ايه اللغه يعني تروح تكب على جسم الجردلين ميه ثلاثه و
تلبسي هدوم نظيفة، تفضل تصلي على النبي لغاية ما تروح في النوم، هتشوفي رسول الله. ونامي حجاز وسلطنه لي لما نامي دي لما نامي لما نامي رات نور النبي المختار غالد عليك وينور من ضياء الدار. قامت تغلم وقالت مرحبا يا زين، امنت بيك يا النبي يا سيد الاخيار. يا قلبي صلي على النبي على النبي، يا عيني صلي وحدي وحدي وحدي. الشمس غنت للنبي والبدر صلى على النبي، الشمس غنت للنبي والبدر صلى على النبي على النبي على النبي. صلوا عليه 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 صلوا عليه. يا خيبتك اللي يعلم بيها ربنا يا سمعان يا ولية. البيت بيقول محمد محمد بيت يا أزهار. نعم يابا قالها هو محمد جالك يخوفك؟ ايه تخوفني ايه يابا؟ قال لها امال ايه؟ قالت له ده انا في منامي رايت المصطفى جاني وجهه جميل يا ابي والحسن رباني نادى عليا ابشري بالجنة وتجني قلبي العليل انشرح والسعد واتثني. علي الطلاق من تاني
جاني وجهه جميل يا ابي والحزن رباه. ابشري بالجنه وتجن يا قلبي العليل انشرح والسعد والثاني. الامر كله ما بين ايديك ده الامر كله والملك كله راجع اليك الملك كله علاج كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس بيقول يا ربي 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 رضاك عليا رضاك عليا ده منايا وبس وجدني وجعل ايام زماني علم وجدايا كمل ايماني وجدني وجعل ايام زماني علم وجدايا كمل ايماني بالحب منك كمل ايماني اجدني قلبي عمري وكياني يشهد بانك مالكش تاني 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 يشهد بانك مالكش تاني. انت بتقول ايه حصل لك في المنام؟ لقيت المصطفى جاني. لقيت المصطفى جاني. مصطفى يا بنت يا بنتي من علمك جبت الكلام ده منين؟ يا عصي اكلك يا خرجة على الكتاب والدين. علمك مين علمي مين علمي جايبه الكلام ده منين؟ يا عاصي اكلك يا خارجه على الكتاب والدين عارفه محمد ده يبقى يا لعينة مين؟ مين يابا؟ ده بيدعي انه من رب السماء مرسول لكني اكلك بدينه كلهم كافرين. قالت لله مين علمي جايبة الكلام ده مين 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 يا عصي اكلك يا خرجة على الكتاب والدين عارفة محمد ده يبقى يا لعينة مين؟ ده بيدعي انه من رب السماء مرسول ده بيدعي انه من رب السماء
مرسول لك اني اكلك وانا بدينه كلهم كافرين كافرين. قالت له لا 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 مستحيل انا عمري ما انسى ضياءك ليك انكر النور وبعيني انا شايفاه انا لما شفت النبي عقلي في حسنه تاه وامنت به يا ابي انه رسول الله. لك ايه كسر؟ قالت له شفت يا ابويا غلام كان عمال يرعى في اغنامه ويغني بكلام. قال لك ايه كسر؟ قالت له شفت يا بابا غلام كان عمال يرعى في اغنامه ويغني بكلام. لما عجبني كلامه يا ابويا صليت عالمختار الا وشفت النبي في منامي خلى ظلامي نهار. يلا يا بابا قوم وديني على بلد العدنان اتغنى وافرح بجماله انا قلبي جايما. يلا يلا يا ابويا قوم وديني على بلد المختار. اتغنى وافرح بجماله انا قلبي جيمان. بان الغدر عليك وضربها ضرب ما فيكش حنان ونجاك عن حكم الكادي ولا تعيش في جوان. انت كنت بتشتغلي مع فريد شوقي؟ بان الغدر عليك وضربها ضرب ما فيكش حنان ونجاجة عن حب الجادي ولا تعيش في جوان ولا تعيش في جوان. يعني من ساعة ما شفت محمد في المنام عاوزة ايه؟ عاوزة اروح له عاوزة اروح له واشوف نوره واشوف نوره واتهنى بزياره واتهنى بزياره. تتهني بزيارته يا ملعونه؟ ليه حته ولد يضحك عليكي؟ غضب اليهودي ودور على الولد في الحال فحم جابوله الولد ربطن ايديك بحبال وقال له ليك الكلام ده يا ولد يتقال وتعرف البنت شيء ما خطر في يوم على بال لابد اجازيك على ده الفعل يا ملعون وخلي دمك وخلي دمك وخلي دمك وخلي دمك يروي الارض يا بطل. طال رد الغلام قال له بتقول ايه يا عاقل بتقول على الحق بعد ما بان كمان باطل. رد الغلام قال له بتقول ايه يا عاقل بتقول على الحق
بعد ما بنك من باطل نور الحبيب النبي نور الحبيب النبي نور الحبيب النبي خلى بنتك البجة مايل وعشان كده أصبحت بالزين هيمانة وانت هتفضل على طول المايل بنحيي ضيوفنا اغلي بلدي اللي جاي من رشيد عائلة الطيباني وعائلة عجلان والحج الحج كبير حبيبي وبنحيي كل واحد اتى في رحاب بلدكم هنا بنحييهم اجمل تحية واحلى سلام من رشيد من سيد ابو العباس الى سيد المحلي سيد ابو العباس الى سيد المحلي غضب اليهودي يدور على الولد في الحال يا حج فؤاد ويا حج ياسين يا عجلان راحوا جابوا له الولد ربطين ايديك بحبال فقال له انت قلت كده ليه انا هعذبك قال له نور الحبيب النبي خلى بنتك البغى ميل انا ماليش دعوه هي بنتك حست بالنور قالوا ازاي قالوا الله يقول فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام صدق الله العظيم قالوا طيب انا حوريك الاسلام بتاعك ده ما كنتش اخليك تنسى اسلامك ده مبقاش انا سمعان اليهودي ارموه هو وابوه وامه في اعلى قمه من قوام الجبال ورموهم ومنعوا عنهم الطعام والشراب وابتدت الام تعاتب ابنها احنا مؤمنين برسول الله من 20 سنه تيجي انت تكشف سرنا وتخلينا حنموت من العطش ليه كده يا حسان قال لها يما العطش والجوع يخليكي تنسي رسول الله تنسي الإيمان بالله قلت له لا يا ابني حاشا لله اسمع الأم هتقول ايه والابن هيقول ايه والأب هيقول ايه الأم بتقول أنا مجمع عذابي طالحة يزيد إيماني وقلبي للنبي ميا والأب بيقول يا بخت اللي قلبه ما في حب طاغ النبي وعبد إله وتعال ما يحس عمره بألم مجمع عذابه طال والابن بيقول يا ابويا النصر يوم قريب ربك معانا هينصرنا على الاندال لست انساك وقد اغريتني بفم أذي المنادات رقيق لست أنساك
وقد غريتني بفمي عذب المنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يصغر سيده أين من عينيك ذياك البريق لست أنسى برغم العطش ده انهم برضو لسه بيقولوا محمد مش ناسينه خد الولد ده هو تودوه للمدينة تاني انا هخلي الولد وابوه وامه عبرة وكان عنده سبع جوع السبع اربع ايام بلا ليهم وعزم اهل المدينة على وليمة وقال لهم بعد الوليمة تحبوا تتفرجوا عاوزين نتفرج قال لهم هتشوفوا الاول مرة السبع وهو بياكل بني ادم قدامكم وجاب حسان وابوه وامه قال لهم تختاروا السبع ياكل حسان ولا ابوه ولا امه نسكتوا لهم من رأيي ان السبع ياكل حسان لان لحظة عند الانسان لما يشوف ابنه بيواجه الموت ومش عارف يمنعه عنه ونادى على الحارس قال له افتح القفص خلي السبع يدخل على حسان وانفتح القفص السبع من القفص متجه نحو حسان ساعة ما خرج الأسد بقى يمشي متأني ساعة الأسد بقى يمشي متأني إلا وناداله الولد قرب جنان مني أنا الفريسة جابوني لك حتى كلني يلا يا وحش الفلا يلا وامكلني خليني أصبح شجيد وأموت متغني علشان نبينا في يوم الحشر يضمني رجع الاسد في مكانه منكسر وذليل ندج اليقود ده امر عجيب وحيرني Thank you.
خرج الاسد بيمشي متأني، لو نادال الولد قرب هنا مني، انا الفريسة جابوني لك هتاكلني يا الله يا وحش الفنا يا الله اوام كلني، خليني اصبح شهيد واموت متغني علشان محمد في يوم الحشر اضمني رجع الاسد في مكانه منكسر وذليل ندق اليهودي ده امر عجيب وحيرني. اليهودي سابهم وراح على بنته يجري. ازهار راح يسال البنت يا ازهار دليني عن شيء في غايه العجب شفته انا بعيني، السبع ما رضاش يقرب للولد ابدا واختار دليلي في هذا الامر دليني. قلت له يابا انت طبيت؟ قال لها ايوه. لا عاوز السر. قلت له حب الاله يا ابي تصبح في نور وسلام، وهيم في حب الحبيب النبي تصبح سعيد بسام، السر هو الايمان بالواحد العلام، ودليله هو المحبة بين أسد وغلام. طب خليكي يا أهل المدينة، محدش يقدر يقف أمام طيار ربه أبدا. ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. انا حبيت اجابه ربي فشلت، وبنتي دخلت الاسلام وانا اقتنعت، واد الصغير خلاني اقتنعت لان في قوه جباره وقدره الهيه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ودق الطبول الجيجات، دق الطبول الفرح، دق الطبول الغنى، يوم كان في اعلى مكان تزف اغرب خبر ما خطر على انسان، ان اليهودي صبح بالمصطفى هيمان، وزف بنته في يومها عالولد حسان، دنياتات العناية البرق ومال، وضيع المال في حب النبي عدنان، انت البدر اللي ملا الدنيا فرحة وسعادة ونور نور نور يا ضميري، يا من القلب سنين اتمنى يفرح كده لما تناديني تناديني. في الوقت ده كان نور الاسلام يظهر في سماء الدنيا ضياء، وفي كل مكان على كل لسان سمعوه سكان الوادي صباه، الله موجود خالق معبود ومحمد هو رسول الله، الله موجود خالق معبود ومحمد هو رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على المدثر، صلى الله على المزمل، صلى الله على طه،
اللهم صل وسلم وبارك عليك. امين. فيمك يا باشا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي خلي كل حاجه زي ما هي. نرى قران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. كل عام والإسلام كلها على مستوى مشارقها ومغاربها بخير. أهالي وأبناء دير الجنادلة، تقول لكل واحد مسلم ومسيحي كل عام وانتوا طيبين، وكل عام وانتوا طيبين، وذرية اهالي دير الجنادلة طول ما هي عايشة في الارض هتعيش طبعا ليلة نص شعبان. وبرضو نحيي اهالي طبعا امن مين البصل وسيد مأمور، مين البصل وسيد الوزير المحافظ بتاع محافظة اسكندرية، ونقول لهم كل عام وانتوا طيبين. وحزب الوطني ومجلس المحلي اهالي دير الجنادلة تقول لهم كل عام وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله. اطلع يا ريس، اطلع الشكل.